ما بيحصل لهمش حاجة، والسكند تايم يرجع بسيفير اليرجي. ودي يعني فبرضه ناخد بالنا، وناخد بالنا كمان عشان ما نتحبس. شكرا للمجهود بتاعك والمحاضرة القيمة اللي موجودة. بروفيسور غادة شوشة هتكلمنا عن نيو سايز ان اتوبيك ديرماتيتس مانجمنت. دكتور غادة شوشة. السلام عليكم. شكرا جزيلا على الاستضافه الكريمه دكتور احمد البليدي دكتورة ايمان، وميرسي جدا لشركه سانوفي اللي ادتني هذه الفرصه العظيمه ان احنا نتكلم على الاتوبيك ديرماتيتس من وجهه نظر مختلفه شويه. كلمه اكزيما باي ديفينيشن معناها سكين انفلاميشن، معناها ديرماتيتس. طيب هل هي مقتصره بس على الاتوبيك ديرماتيتس؟ الحقيقه انه لا، الاتوبيك ديرماتيتس وان كان هو ذا موست كومن كوز اوف اكزيما ولكنه ليس السبب الوحيد. الاتوبيك ديرماتيتس باي ديفينيشن هو كرونيك ديزيز بيجي في شكل extirpations وبعد كده remissions. ممكن العيان يبقى عنده different phases من الأكزيما at the same time. الإيتيولوجي بتاعه عبارة عن combination ما بين environmental factors, genetic predisposition, in addition to immunological factors. كده شوية لخبطة في الإيميون سيستم بتدي رد فعل عنيف شوية. عشان أشخصه محتاجة يبقى فيه أكزيما، والأكزيما دي لازم تبقى itchy. لو الاكزيما دي ما كانش معاها ايتشنج يبقى الدايجنوزيس بتاعي مش اتوبيك ديرماتيتس، هو حاجه ثانيه اكزيما برضو بس مش اتوبيك. طيب شكل الاكزيما ليها شكل ديستريبيوشن معين وليها مورفولوجي معين، والديستريبيوشن ده يخليني اقول انه اي عيان عنده اكزيماتس ليجنز في السيركم اورال اريا او عنده في الاكزيلي راجع نفسك تاني، العيان ده غالبا مش اتوبيك ديرماتايتس، دي مش من الاماكن اللي هي مفضله قوي الاتوبيك ديرماتايتس. نفس الكلام بالنسبه للنابكن اريا، هو ما بيجيش في النابكن اريا، انما لو كان مع الاتوبيك ديرماتايتس دي في فود الرجي مثلا والعيان عنده دايريا بسبب الفود الرجي ده، ده هيخلي النابكن اريا فيها افكشن، ولكن مش نفس المورفولوجيكال فيتشرز بتاعه الاتوبيك ديرماتايتس. طيب ان اديشن في حاجات لو موجوده هتسبورت الدايجنوزس، لو مش موجوده مش مشكله. الايدج عاده اتوبيك ديرماتيتس بتبدا في سن صغير، عاده اقل من سنتين، والماجوريتي بيبداوا قبل سن 6 شهور. اساسيه؟ لا مش اساسيه. كل ما كان في هيستوري اوف الرجيك مانيفستيشنز ثانيه زي الرجيك راينايتس او برونكيال اسما او فود الرجي، كل ما ده كان سبورتيف للدايجنوزس بتاعي. كل ما كان في فاميلي هيستوري اوف اتوبي، وكل ما كان العيان اي جي اي ميدييتد، كل ما ده كان سبورتيف اكتر ان العيان اتوبيك ديرماتايتس. شكل الديستريبيوشن بتاع الليجنز بيختلف حسب السن. في الانفنتايل بيريد بنلاقي اكتر الولاد عندهم اكزيما على الفيس، هنلاقي ورا الودان، هنلاقي على الفلكشرال سايز، سوري على الاكستنسور سايز. كبرنا شويه هتبدا الديستريبيوشن بتاعنا يختلف، هنلاقي هنا على الفلكشرز اكتر، على الكيبيتال فاسا، هنلاقي في الكوبليتال اريا، وهنلاقي بدا الدورسن بتاع الهاندز والفيت بدا يظهر عليها ليجنز. الكلام ده كل ما زدنا في السن كل ما كان شكله اوضح. مشكله الاتوبيك ديرماتيتس لما بتبدا في السن الصغير ان هي بتبقى بدايه حاجه اسمها اتوبيك مارش، يعني العيان وانس بدا الاتوبي هيبدا باكزيما غالبا، بعدها بشويه هيبدا يظهر له اعراض الرجيك مانيفستيشنز اللي عاده بتتشخص على ان هي ادوار برد متكرره، ممكن يحصل معاها نان سابيرتيف اوتيتس ميديا، بعد شويه يبدا العيان يدخل في المرحله بتاعه الويز ويبقى الدايليما بتاعه الاتوبي كلها محيطه بالعيان مش عارف يخرج براها. ولو انه up to 50% من حالات الاتوبيك ديرماتيتس مصاحب ليها اسما، و up to 75% من الحالات معاهم allergic rhinitis. ايه بقى مشكله الاتوبيك ديرماتيتس؟ هو احنا قلنا ان هي ايتشي اكزيما، خرش وراح معور نفسه، وده عيان اصلا جينيتيكالي بريدسبوزد عنده مشكله الجينز بتاعته فيها ديفكت فيما يخص حاجه من اثنين، يا الايمينولوجيكال سيلز بتاعته ورد الفعل بتاعها، يا عنده مشكله في السكين بارير نفسه. فايه اللي حصل لما هرش؟ عمل مشكلتين، الالرجنز او الاريتنس اللي هي اصلا بدات الموضوع، بلس البكتيريا فلورا او المايكروبس الموجوده على السكن فتحت لها اكسس جوه الجلد بتاعه، ولان الجلد ده اصلا ديفكتيف من البدايه، ولان الاميون سيلز بتاعته عندها استعداد ان هي تدي رد فعل عنيف شويه، العيان هيدخل في الدايليما بتاعت اكسجريتد انفلاماتوري رياكشن. سوري ازا اوريها exaggerated inflammatory reaction زي ما حضراتكم شايفين، ومع دخول الانفكشن زياده الموضوع هيبقى اسوأ واسوأ، ويدخل في الدايليما بتاعت ده بقى في انفلاميشن مش مجرد قرصه ناموسه هرشها وخلاص وراحت لخالها، لا ده انا هرشت وعملت انفلاميشن، فالانفلاميشن عمل مور ايتشنج، والايتشنج اكتر راح معور الجلد عمل مور سكراتش،
عملت مور اكسس للالرجين مور اكسس للميكروبس، فدخلنا في هذه البيش سايكل التي لا تنتهي. والاكزيما مش من الامراض اللي بنتولد بيها، والاكزيما مش من الامراض اللي بتخف لوحدها. لو انا ما تدخلتش لعلاج الاتوبيك ديرماتايتس العيان مش هيخف لوحده. الاتوبيك ديرماتايتس ريسنتلي هي المشكله، يعني تم اكتشاف هو ايه اللي بيحصل بالظبط بعد سنين طويله الناس مش فاهمه هو الموضوع فين وليه شكلها وعلاجها مختلف شويه عن بقيه اشكال الالرجي. مش سهله كده زي الالرجيك راينايتس وزي البرونكيال ازمه، معقده شويه. لو ان الانفولفمنت بتاع الكريتينوسايتس والسكين بارير ان اديشن لظهور اميون سيلز مش كامنلي ان هي تظهر في بقيه الاشكال الثانيه من الالرجي، هو ده اللي عامل اكسجريشن للمنظر. ولقوا انه معظم السيلز اللي موجوده في السكين بتاع الحالات الاتوبيك ديرماتايتس اكتر ليها علاقه بالتي هيلبر 2 سيلز وتايب 2 انيت ليمفويد سيلز. ده كلام ما كناش بنتكلم فيه قبل كده او ما كناش بنسمعه في السنين اللي فاتت تحديدا قبل 2017. ايه بقى قصه التي هيلبر 2 سيلز؟ هي مقارنه بالتي هيلبر 1 احنا كنا على طول بنسمع تي هيلبر. تي هيلبر 1 دي الطيبه اللي هي الاميون رياكشن بتاعها الى حد كبير بالانسد، عارفه امتى تدي رياكشن وامتى توقف وامتى تعمل كنترول. تي هيلبر 2 عنيفه شويه في رد الفعل بتاعها، والسيتوكاينز اللي بتعتمد عليها كلها بوتنت برو انفلاماتوري سيتوكاينز، اذا كان انترلوكين 4 او 5 او 13 او 31. دي حاجه بيسموها تايب 2 انفلاميشن. تايب 2 انفلاميشن في حد ذاته عنيف، وده اللي بيخلي العيان ما بيستجبش بسهوله للانتي هيستامينز ولا الاستيرويدز ولا الحاجات المعتاده. واللي بيسوق الموضوع ان انا اوريدي عندي مشكله في السكين بارير بلس التايب 2 انفلاميشن لوحده بيزود الهايبربليزيا والكريتينوسايتوزس بطريقه ابنورمال تخلي السكين بارير بتاع العيان ده ويكر. ان اديشن انه تايب 2 انفلاميشن لوحده بيدي مساحه للستاف اوريس ان هي تبقى مور انفيزيف في الحالات اللي عندها اتوبيك ديرماتايتس. وده برضو اللي فصل لنا الفينوتايبس المختلفة والأشكال المختلفة والإندوتايبس إيفن المختلفة من الأتوبيك ديرماتايتس، وده اللي بعد كده ادانا إكسبلانيشن ليه مش كل الحالات بتتحسن بسهولة. عيان الأتوبيك ديرماتايتس مش لازم يجي لي أكيوت سب أكيوت كرونيك، هو ممكن نفس العيان يبقى عنده الثلاث أشكال من الليجنز at the same time. يعني ممكن بداية الليجنز بتاعته يبقى شكلها كرونيك، آه ممكن. هو إيه الفرق ما بينهم في المورفولوجي؟ في عيان الاكيوت ده مين اللي فيه ريدنس وايتشنج وعمال بيهرش جامد جدا جدا ومعور نفسه، لو دخل في سب اكيوت فيز لا بقى فيه كراستيشنز وبقى فيه شويه سكيلز. لو دخلنا في الفيز بتاعت الكرونيك ليجنز هنلاقي ان بقى فيه لايكنيفيكيشن تيكنينج في السكين وبقى فيه لوس اوف بلاستر وبقى ضل ولونه مش احسن حاجه، هايبر بيجمنتيشن هايبو بيجمنتيشن، شكل الجلد نفسه بقى مختلف. زي الصور اللي قدام حضراتكم هنلاقي هنا في لوس اوف بلاستر واضح جدا في المنطقه دي، وفي هايبو بيجمنتيشن شكل سكين دل ما فيهوش الفيتاليتي المعتاده. في هنا برضو باينه جدا جدا انه في ثيكنينج في السكين، وفي كمان حاجه مميزه جدا في الكرونيك ليجنز انه سكين كريزز نفسها بتبقى فيري ديب واضحه جدا. طيب منظر السيفير كونديشنز اللي بالشكل ده او الكرونيك ليجنز اللي ما بتستجيبش للعلاج بسهوله واللي هي زادت جدا في العالم كله في الفتره الاخيره، انه لقوا ان نسبه الناس المودريت تو سيفير وريزيستنت تو تريتمنت بقت كتيره قوي. ده بيؤثر ازاي على الاطفال وبيأثر ازاي على اهاليهم؟ ستاديز كتيره اتعملت، من ضمنها ستادي اتعملت عندنا في عين شمس. دكتور احمد البليدي ما بيحبش الابحاث المصريه بس احنا عملناها والله بضمير يا بي، والله والله عملناها بضمير. عملنا كويشنير للاهالي انا كنت اصغر حد في التيم. عملنا اسسمنت للكواليتي اوف لايف على كل الاسترس بتاعته للاطفال نفسهم اللي كان سنهم يسمح ان هم ينلوا الكويشنير والاهاليهم، وشفنا الايفكت بتاع اتوبيك ديرماتايتس على الولاد وعلى اهاليهم از ريجاردز كذا حاجه، سكول اتشيفمنت، السوشيال كوميونيكيشن، على مستوى السلف استيم هم شايفين نفسهم ازاي، الايتشنج والسليب كواليتي، وعلى مستوى كمان الايكونوميك بيردن. لقينا انه في سيفير افكشن لكل الاسبكتس تقريبا، ويمكن الافكشن للاهالي اكتر، بيردن على الاهالي اعلى بكتير كمان من البيردن على الولاد. استاتس ثانيه اتعملت لو ان الولاد اللي عندهم خاصه في الادوليسنس اللي عندهم اتوبيك ديرماتايتس خاصه اللي بقى لهم سنين طويله، ده بيحط الولاد دول في ريسك ان هم يجي لهم انكزايتي ديس اوردرز، مش جاست انكزايتي وخلاص، ديبرشن، وبيبقى عندهم اجريسيف رياكشن لما بينزلوا كمان يحتكوا بالمجتمع، بيبقى عندهم صفات شويه انتي سوشيال. بالاضافه المشكله كمان بدات تظهر اللي هي الانيوريسز، جزء منها ناتج عن اللاك اوف سليب او الكواليتي اوف سليب المتلخبطه، وجزء منها ناتج عن السايكولوجيكال ديس اوردرز اللي الولاد دول معرضين ليها. ان اديشن ان مشكله الاتوبيك ديرماتايتس لان هي بتؤثر بشكل مباشر على الكواليتي اوف سليب، فبالتالي هي ليها
تأثير على الجراث هرمون وعلى الجراث والديفلوبمنت بتاع الولاد دول in addition academic performance والeconomic burden. طيب هنعالج ازاي؟ خلاص انا شخصت وعرفت قد ايه الولاد دول بيعانوا بيان شكل السكيل بتاعهم والديسفيجرمنت اللي حاصل، لا انا عندي معاناه اكتر من ذلك بكثير، انا هعمل ايه؟ في برود لاينز كده كلنا متفقين عليها، الجلد ده ناشف جدا، في دراينس عنيفه، والدراينس دي مزوده الايتشنج اللي موجود، لازم ارطبه اساسي، وهعمل كل حاجه اقدر اعملها عشان اقلل الايتشنج واقلل الانفلاميشن اللي هو سبب الماساه اللي العيان عايش فيها ومانج الانفكشنز. اوكي تمام، العلاج ده هيختلف على حسب ايه؟ على حسب سن المريض، مش كل الاعمار ينفع معاها كل الادويه، على حسب السيفيريتي بتاعه الليجنز، وعلى حسب الكرونيستي، العيان اللي بيعاني بقاله شهر شهرين غير اللي بقاله سنين طويله في هذه المعاناه ما بيطلعش براها، دول كمان بقى عندهم مشكله عدم الثقه وعدم المصداقيه، انت مهما اديت له ادويه ما انا بقالي كتير باخد ادويه وبترجع تاني، ايه يعني ايه الجديد اللي هتضيفه لي؟ لا خلاص بقى بنوصل لمرحله بتاعت انا كده كده ديبرسد ومش فارقه خلاص. طيب هنستخدم انهي لاينز اوف تريتمنت؟ في كلاسيك لاينز مش هينفع نستغنى عنها، هي كده كده موجوده ودي الكورنر ستون بتاعتنا في العلاج، يعني انا لازم هتعامل بيهم. هي القصه كلها هو الادويه الجديده اللي بقت موجوده في الفتره الاخيره في اخر 6 7 سنين دي، امتى استخدمها وامتى ما استخدمهاش، وايه البنفيت اللي هاخدها منها لو استخدمتها. تعالوا نبص مع بعض على الستيب وايز ابروتش، ده الجايد لاينز دي اتعملت في 2018، قالوا ان في حالات الليجنز بتاعتها مرتبطه فعلا بالفود الرجي، يعني هو ياكل حاجه معينه او ياخد دواء معين يحصل له اكزامتس ليجنز، نعمل افويدنس للتريجر ده خلاص العيان كويس جدا والدنيا تمام. في ناس ثانيه لا، ان بتوين الاكسسوربيشنز دي هم عندهم مايلد ليجنز، دول هيستفيدوا لو جاست بس رطبت لهم جلدهم الدنيا هتمشي معاهم كويسه، ادي انتي سبتك على قد الانفكشن اللي موجود اند افويد ذا تريجرز. الحالات المودريت لا، انا كده الموضوع مش هيخلص على قصه ان انا افويد التريجر وادي بس مرطبات وخلاص، انا محتاج ادي توبيكال انتي انفلاماتوري ايجنتس، انا هستخدم حاجه تقللي الانفلاميشن لوكالي. لو ده فشل او العيان من الاول سيفير، اللوكال ده مش هيجيب معاه نتيجه، انا عايز الاعلى من كده كمان، ده انا مع اللوكال هدي سيستميك انتي انفلاماتوري ميديكيشنز. ودي الحته اللي فيها دايليما كبيره قوي، وده العيان اللي حضرتك لازم هتبعته لحد سبيشالست علشان يقرر هو انا هدي انهي نوع من السيستميك انتي انفلاماتوري ميديكيشنز. سيستميك انتي انفلاماتوري ميديكيشنز احنا بنتكلم في كورتيكوستيرويدز، بنتكلم في اميونوموديولاتري ميديكيشنز زي المايكوفينيليت موفيتيل والاداثايربان والسايكلوسبورين ايه، احنا بنتكلم في كاتيجوري كده محترم، وزاد عليهم في الجايد لاينز الجيبلي ماب اللي هو واحد من المونوكلونال انتي بوديز. هنشوف القصه دي مع بعض بعد شويه. قال دلوقتي لحضرتك انه لما العيان بيجي لك بالاكيوت فلير حضرتك هتستخدم بسرعه جدا توبيكال كورتيكوستيرويدز مع الايمولينس اللي بتستخدم لمده من 3 إلى 7 أيام، ولو الموضوع ما بيتحسنش بسهوله ممكن نستخدم حاجه تانية اقوى شويه كتوبيكال تريتمنت زي التوبيكال كالسينيورين انهابيتر. طب عيانك ما تحسنش في خلال 7 ايام، يا اما هات ريفير وهتتعامل معاه على انه سيفير، يا اما حضرتك هتجرب معاه شورت كورس اوف اورال كورتيكوستيرويدز. طب انا العيان بتاعي بمجرد ما بوقف الاورال كورتيكوستيرويد بيرجع تاني، هل ده معناه انه هيفضل مكمل على لو دوز ستيرويدز سيستميك ستيرويدز طول حياته؟ ديفينتلي نو، انه بعد شويه هيحصل توليرنس، وبعد شويه هيبقى مش بيتحسن، وهندخل كمان في مور اند مور انفكشنز، وهندخل في سايد افكتس عنيفه جدا من الكورتيكوستيرويدز، فده مش حل. الحل ان انا هاخد ستيب اب القصه اللي بعدها. وقال لحضرتك خلي بالك انك في كل مره العيان هيجي لك باكسسربيشن ريأسس تاني، هو اخباره ايه؟ هو بياخد الادويه بطريقه مظبوطه ولا لا؟ بيحط الايمولينس ولا لا؟ عامل افويدنس للتريجرز والالرجنز ولا لا؟ واعمل له اسسمنت كل 4 إلى 8 أسابيع وات ايفر السكور اللي انت عايز تحطه عليه. مش مهم خالص حتى لو السكور ده عباره عن عينك المجرده، بس بعد اذنك كل مره سجل السيفيريتي اوف ليجنز والسيرفيس اريا الافكتد من جسم المريض عشان تعرف تقول هو اتحسن ولا ما اتحسنش. المهم يبقى في جايد معين انا بقيس عليه. تعالوا نشوف كده اول مجموعه، مجموعه سكين موشترايزنج، هو ايه اللي جد فيها؟ هو الحاجات المرطبات عامه مجموعات هي كورنر ستون في علاج اي عيان اتوبيك ديرماتايتس لا غنى عنها، لازم جلده طول الوقت مترطب، وكل ما احط كميه اكبر كل ما العيان هيبقى احسن، احسن كدراينس، احسن كايتشنج، احسن كانفلاميشن. انواع الايموليانس بقى مختلفه،
في حاجات ايموليانس خفيفه زي الحاجات اللي فيها جليسرين وجليسرول، في حاجات اعلى شويه زي زيوت بانواعها وزي الحاجات اللي فيها بتروليوم البازلين يعني، وفي حاجات اعلى واعلى زي الهيومكتنت. الهيومكتنت ميزتها ان هي بتعمل كومبليت بلوكينج للسكن، بس طبعا الكومبلاينس عليها بيبقى صعب جدا، انها مزعجه قوي، العيان بيبقى طول الوقت حاسس كاني لفه ببلاستر فهو مش مستحمل. ايه بقى اللي طلع جديد؟ اللي طلع جديد ادويه من شانها انها تعمل ريبير، تعوض البروتينز اللي حاصل فيها ديفكت جوه السكن. هو سكين بارير ده عباره عن شويه ليبس وشويه بروتينز ولايبو بروتينز. انا دلوقتي حاصل ديفكت في السكين بارير، هعوض الفلاجرين اللي مش موجود، هعوض الليبس اللي مش موجوده، هعوض السيرامايز اللي مش موجوده. هي الحاجات دي عباره عن كده لوحدها، لا مش بتستخدم لوحدها، هتستخدم برضو مع ايمولينز. الحاجات دي approved so far، لسه مش approved ولكن لسه under trials، والنتائج المبدئية بتاعتها كويسة. طيب تعالوا نشوف المجموعة التانية. أنا خلاص الحاجات الإيمولينس خلصناها، هدخل في الكاتيجوري اللي بعديه حالات المودريت تو سيفير. أنا عايز أدي topical anti inflammatory agents، في حاجات classical use زي topical corticosteroids ودي restricted بس لل moderate to severe cases، ودي ينفع تستخدم في أي سن، بس خلي بالك it's not without side effects. حتى التوبيكال كورتيكوستيرويدز نوت without سايد effects، وبتستخدم بطريقه رول اوف تيب، يعني جزء قد قاره الصباع يكفي مساحه من الجلد تساوي ما يساوي مرتين الهاند بتاعت المريض. فكميه صغيره جدا هتتفرد على مساحه كبيره جدا. ليه؟ to avoid the side effects اللي من ضمنها recurrent infections والaffection on the graft and development. ينفع استخدم short courses من السيستميك كورتيكوستيرويدز بس within limits. لو لقيت العيان بياخد معاك كورسز متكرره، اعرف انك لازم تاخد ستيب اعلى شويه. ايه تاني معروف جدا وموجود كومن براكتس؟ هو التوبيكال كالسينيورين انهبيترز، ولكن يمكن المعلومه اللي بتغيب احيانا عن الناس انه ما ينفعش يستخدم اقل من سنتين، وما ينفعش معاه خالص التعرض للضوء، ولازم تبقى حضرتك متاكد كويس جدا ان عيانك ما عندوش اي اميون ديفيشنسي سواء برايمري او اكوايرد لسبب ايا كان السبب. وما ينفعش يستخدم مع الفوتوثيرابي، وما ينفعش العيان ياخده يتعرض بعدها للضوء. والتوبيكال كالسينيورين انهبيترز من الحاجات اللي بتزود الريسك اوف كيتينيوس مالينجنسي، فناخد بالنا في استخدامه وما نستخدموش لفترات اقل اكتر من 3 شهور. الجديد في الحاجات التوبيكال انتي انفلاماتوري التوبيكال فوسفودايستريز انهبيترز، حقيقه انا سالت عليها كتير، هي مش متوفره في مصر ولكنها هي اف دي اي ابروفد للاستخدام فوق سن 3 شهور. وفكرتها كلها ان الفوسفودايستريز هو نفسه بيعمل ستيميليشن للاي تي بي وسبريشن للسايكليك اي ام بي، وبالتالي بيخلي الانفلاماتوري سيلز ان اكتيف ستيت، وبالتالي البرو انفلاماتوري سايتوكاينز ان اكتيف ستيت. لما هعمل له انهبيشن هعمل انهبيشن لكل السايكل دي، هعمل انهبيشن للانفلاماتوري سيلز بالسايتوكاينز اللي بتطلع منها. طبعا topical effect بتاعه الى حد كبير هو ليميتد على المنطقه اللي انا بستخدمه عليها، بس تمام so far هو efficient. الحاجة اللي لسه ما خدتش ابروفل هي topical JAK inhibitors، والجاك ده واحد من الكو انزيمز المهمة جدا في الانفلاماتوري ميدياتور، ووجوده بكميات عالية او بليفلز عالية شوية سواء local يعني localized في السكين نفسه او في السيرم في السيركيليشن، ده لوحده بيعمل stimulation inflammatory cascade. ان انا اعمل له topical localized inhibition ده لقوا انه بيحسن السكين بارير جدا جدا، وبيقلل الايتشنج وبيقلل السيفيريتي على السيفيريتي سكورز المختلفة. Approved إلى الآن في اليابان فقط لا غير من 2020، والاستخدام في الأدلتس فقط لا غير، لسه ما فيش استاذ اتعملت عليه على الأطفال. طيب systemic anti-inflammatory agents بقى، إيه المتاح وبيستخدم وإيه مشاكله وإيه اللي خلاهم يفكروا إن هم يعملوا biological therapy لحاجة زي الأتوبيك ديرماتايتس؟ المتاح الحاجات اللي احنا كلنا بنستخدمها في الديزيزز الاخرى في الاوتو نيون ديس اوردرز المختلفه زي الازاتايبريم وزي سايكلوسبورين اي وزي المايكوفينيليت موفيتيل، وكتير مننا عندهم اكسبيرينس في استخدام الادويه دي. ولكن كل مرض هستخدم فيه الادويه دي ليه جايد لاينز معينه بتوضح لي امتى ادخله، امتى اقول في دراج فيلير في الديزيز ده، هستخدمه لمده قد ايه، امتى اعمل له ريبليسمنت. الكلام ده مش موجود في الاتوبيك ديرماتايتس. الأدوية دي مكتوبة كأوبشنز فور تريتمنت without clarification، هو أنا هستخدمها لمدة قد إيه وبدوز قد إيه. أنا برضو في الأول وفي الآخر بتكلم على skin disease مش systemic disease. هو type 2 inflammation ولكن أنا ما عنديش internal organ affection، فأنا هحط العيان في risk nephrotoxicity من cyclosporin A عشان أعالج atopic dermatitis. طيب هديه لمدة قد إيه؟ بأنهي جرعة؟ ما أنا عندي risk versus benefit، ما عنديش حاجة clear.
الحاجة التانية الإفكاسي بتاعتهم لغاية قد إيه؟ الإفكاسي بتاعتهم 70 إلى 80% according to different studies. يمكن أحسنهم على الإطلاق فعلا هو سايكلوسبورين A يليه الميثوتريكسات، وطبعا يعني سايد إفكتس بتاعتهم حدث ولا حرج. ده يمكن اللي خلى تظهر الايرا بتاعت طب ما طالما خلاص احنا عرفنا الباثوجينيسيس بتاع الديزيز ده، وانه فعلا تايب 2 انفلاميشن وفي سايتوكاينز معروفه وفي انفلاماتوري سيلز معروفه، طب ما نعمل بلوكينج للانفلاماتوري كاسكيد ده في الحالات الفيري سيفير والحالات الريفراكتوري اللي هي مش بتتحسن على بقيه الحاجات الثانيه، واجنب العيان سايد افكتس من اميونو موديولاتوري، او كمان العيان اللي اخذ السيستميك اميونو سبريسنس وما تحسنش، ده برده لازم يبقى ليه اكسس ثانيه. الدواء الوحيد الابروفد الى الان من الاف دي اي والاما واللي نزل في الجايد لاينز هو جيبليماب، وده بيقفل انترلوكين 4 الفا ريسبتور وانترلوكين 13 الفا ريسبتور. الميزه اللي فيه ان هو فولي هيومنايزد، وفي العالم بتاع البيولوجيكال ثيرابي والمونوكلونال انتي بوديز كل ما كان البيولوجيكال ثيرابي ده فولي هيومنايزد كل ما كان السيفتي بروفايل بتاعه اوسع والسايد افكتس بتاعته اقل ما يكون، وكل ما كانت احتمالات ان يتكون ضده انتي بوديز اقل القليل. في 2022 ريسنتلي من كام شهر الجوبلي ما بقى ابرود الاستخدام في الاطفال من سن 6 شهور في حالات الاتابيك ديرماتايتس. هل في بايولوجيكس ثانيه؟ في بايولوجيكس ثانيه متاحه، بس هي لسه فيس 2 ستادي، لسه ما مش فولي ابروفد، لسه مش فولي ابروفد كمان لا في الادلتس ولا في الاطفال، زي انهبيترز بتاعت الانترلوكين 31 انترلوكين 13 انترلوكين 22 والجاك انهبيترز هنتكلم عنهم يعني بعد شويه. نيجي كده نقف شويه عند الاميونوباثوجينيسيس، هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل عشان بس نفهم هو البيولوجيست لما دخلوا واشتغلوا فين. انا هنا رقم واحد، العيان اتعرض لالرجن والعيان ده اصلا جينيتيكلي بري ديسبوزد، عملت اكسس دلوقتي هنا من خلال السكن وعن طريق كمان الامبيرد سكن بارير، اول سيلز هتروح تتعرف على اي باثوجين داخل سواء كان الرجن او مايكروب هي الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي اهمها لانجر هان سيلز. راحت عملت ايه؟ هي راحت في العيان البريديسبوز عملت ستيميليشن للتي هيلبر 2. اشمعنى تي هيلبر 2؟ هو العيان ده عنده مشكله اصلا انه تي هيلبر 2 دايما سابقه تي هيلبر 1 بخطوه، وبالتالي هو ات ريسك انه يحصل له هذا الشكل من الانفلاميشن. تي هيلبر 2 شريره جدا، هتروح تعمل ستيميليشن لمجموعه من السيتوكاينز. المجموعه السيتوكاينز دي هنلاقي انه ادي 4 وادي 13 بيعملوا ايه؟ واحد بيزودوا الايتشنج، اثنين بيزودوا البارير ديسربشن عن طريق ان هم يكسروا في البروتينز واللبز واللايبوبروتينز، ثلاثه هيروحوا يعملوا ستيميليشن للبي سيلز ان هي تطلع اي جي اي، اربعه هيدخلوا يعملوا ستيميليشن انترلوكين 17 انترلوكين 22 23 22 و12 اللي هم من شانهم يعملوا هايبربليزيا ويزودوا اللايكنيفيكيشن والكرونيستي. طيب ايه تاني؟ عملت برضه ستيميليشن انترلوكين 5، انترلوكين 5 ده اللي بيروح يعمل ستيميليشن اكتر للايزينفيلز، فالرول بتاع الايزينفيلز والاي جي اي هنا زي ما حضراتكم شايفين صغير شويتين. مين تاني دخل معاهم في القصه دي؟ انترلوكين 31 على استحياء، هو دوره بيزود برضه الايتشنج وبيزود الديفكت في السكين بارير. طيب احنا بنتكلم على انهي دواء؟ احنا بنتكلم على دواء هيجي يعمل بلوكينج فين؟ في الحته دي انترلوكين 4 انترلوكين 13، قطع عليا قصه الايتشنج وبالتالي وقف لي الايتش سكراش سايكل، وقف لي هنا الفيردر بارير ديسربشن اللي عمال بيحصل، وقف لي هنا اسفه وقف لي هنا الاوفر ستيميليشن اوف بي سيلز عشان تطلع اي جي اي، وقف لي كمان اسفه بعتذر جدا لحضراتكم، وقف لنا كمان الجزء الاخير اللي هو بتاع الهايبربليزيا واللايكنيفيكيشن. الاستاذز اللي اتعملت على الدبلي ماب سوري على السيفتي بروفايل بتاعه واستخدامه والافيكاسي بتاعته على الاتوبيك ديرماتايتس كانت كتيره قوي. يمكن اهم استادي اتعملت سنه 2022 في شهر 3 اللي فات عباره عن ريفيو ارتكل، جمعوا فيه 1010 ارتكل اتكلموا على الدبلي ماب، منهم 25 كلينيكال براكتس جايد لاينز. ال 25 كلينيكال براكتس جايد لاينز كلهم اتكلموا على الرول بتاع الدبلي ماب والافكاسي بتاعته على الاتوبيك ديرماتايتس. سوري ال 25 بيبر دول
في اجماع فيهم على ان الدبليو ماب دواء افكتيف جدا جدا في علاج السيفير كيسز اوف اتوبيك درماتيتس، ولكن اختلفوا فين في الريكومنديشنز اللي خرجوا بيها. اكتر من 30% منهم قالوا احنا بنريكومند دبليو ماب انه يستخدم على طول بعد الفيلير اوف توبيكال انتي انفلاماتوري ميجرز. الباقيين قالوا لا، الدواء ده غالي قوي، الدواء ده مش متوفر عندنا بسهوله، الدواء ده احنا بنجيبه بصعوبه قوي، فلا معلش خلونا الاول بعد التوبيكال ثيرابي التوبيكال انتي انفلاماتوري نجرب كمان السيستميك انتي انفلاماتوري ميديكيشنز، ولما نبقى نفشل نبقى ندخل في المرحله بتاعت ادي دبليو ماب بقى ادور عليه نشوف هجيبه من فين. احنا في مصر وضعينا ايه بقى في القصه دي؟ احنا في مصر الدواء متوفر عندنا من نوفمبر 2021، والفتره الاخيره تم بالفعل صرفه في التامين لسلكتد كيسز، وقريب جدا هيبقى ابروفد لسيفير كيسز اوف اتوبيك درماتيتس في التامين الصحي، وبالتالي من حق اي مواطن مصري اقل من سن الجامعه انه يصرف الدواء لو انديكيتد اف انديكيتد، ودي حاجه حقيقه يشكروا عليها جدا التامين الصحي. يستخدم لمده قد ايه؟ في كلينيكال ترايل اتعملت المقارنه ما بين الايفكت بتاع الدبليو ماب والبلاسيبو على حالات السيفير اتوبيك درماتيتس في الاطفال، في الاطفال مش الكبار، لو انه حصل امبروفمنت في خلال 3 الى 16 اسبوع والامبروفمنت ده كمل معاهم سستين لمده سنه كامله. الدوز بتاعت الدبليو ماب في الاطفال الاقل من 60 كيلو بنبتدي ب 300 ملي جرام، هو الدواء ده فيه منه 2 كونسنتريشنز 200 ملي جرام و 300 ملي جرام انجكشن سبكيتينيوس. في الاقل من 60 كيلو هندي مره واحده 300 ملي جرام، بعدها ب 15 يوم هندي جرعه ثانيه 300 ملي جرام، بعد كده كل شهر هناخد 300 ملي جرام. الاطفال الاكثر من 60 كيلو الانيشال دوز بتاعتهم هتبقى 2 امبول من ال 300، وبعد كده كل شهر هياخد امبول واحد فقط. اسمحوا لي اقول لحضراتكم ماي بيرسونال اكسبيرينس في خلال ال 15 شهر اللي فات، انا عندي 10 حالات استخدموا بالفعل الدبليو ماب، كلهم كان السكورات بتاعهم اعلى من 75 سيفير ريفراكتوري كيسز. يمكن كانت اصغر طفل منهم كان طفل ليبي عنده 8 شهور، مامته كانت دكتوره جلديه جت بيه من ليبيا على مصر ان هي يقست، قالت لي انا عملت معاه كل حاجه ممكن تتعمل، الولد عنده سيفير اكزيما من سن 3 شهور مش باين منه غير عينيه، حرفيا ما كانش باين منه غير عينيه، وده يمكن كان اصغر طفل استخدمنا فيه الدبليو ماب. الولد ده هقول لحضراتكم على ريسبونس بعد شويه. بعد كده اعمار مختلفه ما بين سن 4 سنين لسن 11 سنه، اكبر بنت عندي استخدمت الدبليو ماب كان عمرها 13 سنه وكانت بتعاني من وهي عمرها 3 سنين. 3 سنين قالوا لي ما فيش دكتور جلديه في مصر ولا دكتور حساسيه ما رحناهوش. 3 سنين سايكولوجيكلي كانت متدمره وكانت ريزيستنت جدا، ومن اكتر الناس اللي كانت متعبه جدا في الادهرنس بتاعها، لانه هي اول ما تتحسن تروح موقفه فترجع تاخد تاني بعد شويه لما الدنيا ترجع يحصل اكسربيشن تاني، لغايه ما الحمد لله رب العالمين بعد ما خدت 6 دوزز ورا بعض الدنيا بدات تتحسن جدا جدا معايا. الحالات دي كان منهم 3 ولاد و7 بنات، الديوريشن اوف تريتمنت بتاعتهم كانت سنه. الريسبونس كان بيحصل في حالات فعلا اتحسنت من تاني جرعه، اول جرعه بدا يحصل جود ريسبونس، على تاني جرعه الليجنز اختفت تماما، ومنهم اللي كان منهم عنده فود الرجي بداوا فعلا يتعاملوا مع الاكل بطريقه افضل بكتير. لما بنزود في جرعات الاكل بيحصل اكسسربيشن، ولكن بدا يبقى فيه توليرابيلتي كمان للاكل اللي كان اوريدي عندهم منه الرجي انكلودنج على فكره الكاوز ميلك. اللي اخذوا فتره طويله شويه قعدنا لغايه 4 شهور إلى 6 شهور على بال ما جبنا جود ريسبونس، فعلا حاجه مرضيه يعني لينا كلنا. كسايد افكتس هو مريض واحد بس اللي حصل له سايد افكت، وده كان عباره عن كونجنكتيفايتس اند سكين راش ايتشنج، قعد معايا 1 داي وتحسن بسهوله على 1 دوز اوف انتي هيستامين. مشكلتنا الاساسيه كانت فين؟ في الادهرنس والاكسسبيليتي الافوردابيليتي، يا اما عندهم مشكله ان هم يوفروا الدواء بطريقه امنه او طريقه سهله او انه يتوفر في ميعاده مظبوط، او بيئسنا وتعبنا وما صدقنا اتحسنا فقلنا نبطل شويه فرجعنا سوقنا تاني بعدها بشهر شهرين فرجعنا ناخد تاني، فلما التزمنا تاني خدنا فتره اطول شويه عشان نوصل لاحسن نتيجه زي ما كنا، وهكذا. هنستخدمه لقد ايه؟ حقيقه الكلام في الكبار انه هيستخدم لسه مش عارفين الاند بوينت فين، ولكن في الاطفال اذا كان الاي جي اي انهابيتور ممكن نستخدمه لسنه ونسحب بعد كده على مدى سنه ثانيه او 6 شهور وبيجيب جود ريسبونس، يعني الاحتمالات برضو ان انا ممكن حاجه زي الدبلي ماب استخدمه لنفس الفتره سنه ونبدا نري اساس الدنيا اخبارها ايه، اعمل مور سبيسنج، وده اللي حاليا عليه بيبرز كتيره لسه بس ما خلصتش، لسه ما نشروش اخر حاجات ليهم.
بقيه الحاجات التانيه اللي لسه اندر ستادي في حالات الاتوبيك ديرماتايتس الجاك انهبيترز، زي ما قلنا ان الجاك ده من اهم الحاجات الانفلاماتوري ميدييترز اللي بتزود جدا جدا الهايبربليزيا واللايكنفيكيشن في حالات الاتوبيك ديرماتايتس. الحاليا سيكينج ابروفل هو واحد من الفيرست جنريشن جاك انهبيترز اللي هو البارسيتينيب. حاليا they are seeking approval for treatment of children with atopic dermatitis لكن لسه مش finally approved. المشكلة الأساسية في الجاك انهبيترز هم ان ليهم spectrum of side effects يمكن مش كبير قوي، مش بيتشاف كتير على قد ما هو فعلا serious. Risk of teratogenicity, risk of carcinogenic in some occasions, risk of thrombosis, thromboembolic manifestations. باقي الحاجات التانية اللي لسه under study الانترلوكين 31 inhibitor، وده side effects اللي ظهرت منه إلى الآن هي recurrent respiratory infections مش عنيفة قوي ولكن موجودة، وإنه شوية بيأثر على الكيدني functions، في حين إنه الأنتي انترلوكين 22 والأنتي انترلوكين 13 الاثنين السيفتي بروفايل بتاعهم إلى حد كبير acceptable والنتائج فيهم إلى الآن معقولة، وإحنا لسه برضو phase 2 studies. آخر حاجة conventional versus biological. إذا حضرتك صاحب قرار في عيان سيفير أتوبيك ديرماتيتس بكواليتي لايف بتاعت الطفل وأهله مدمرة، حضرتك هتختار تدي إيه؟ conventional therapy, systemic anti-inflammatory اللي هم الإميونو موديليترز، ولا تدي biological therapy؟ مهم قوي إن احنا نحسب risk versus benefit من كل الاتجاهات، accessibility بتاعت الدواء, affordability وكل حاجة. ناخدهم point point. affordability هو definitely الاميونوموديليترز affordable اكتر بكتير من اي biological therapy، ولكن لو جينا بصينا على therapeutic dose انا ما عنديش في الاتوبيك ديرماتايتس guidelines تقول لي ادي سايكلوسبورين بدوز كذا ملي جرام بير كي جي لمده كذا، ما عنديش حاجه تقول لي القصه دي، موضوع فعلا كله خاضع للبيرسونال اكسبيرينسز. الحاجه الثانيه السيفتي، السيفتي بروفايل بتاعه اي تارجتد ثيرابي اي مونوكلونال انتي بودي لا تقارن بالسايد افكتس بتاعه اي حاجه برود سبيكترم اميونو موديليتر. الحاجه الرابعه اللي فعلا مهمه قوي، انا هنا ام تريتنج تو تارجت، انا عارف انا رايح على ايه بالظبط وسايب بقيه الاميون سيستم في حاله ما جتش جنبه، وبالتالي انا ما قصرتش على الاميونيتي الجنرال اميون ستاتس بتاعه المريض بتاعي. My key messages: atopic dermatitis is one of the most common, type of eczema, and it's one of the most common dermatological diseases that affect the quality of life. منتشرة انتشار رهيب، وصلنا ل 9.6 مليون childs في ال United States، دي الإحصائيات بتاعت 2021. It's a chronic relapsing condition. أثر على quality of life بتاعت الأطفال وأهاليهم. When to use biological therapy and how to give it وهنديه لمدة قد إيه؟ القرار ده بعد إذن حضراتكم ده لازم نرجع فيه لحد well trained على إنه يستخدم هذا النوع من الأدوية وعارف عنده experience أنا هستخدمه إزاي. شكرا جزيلا لحضراتكم وأسف عليكم. شكرا دكتورة غادة، الحقيقة محاضرة دسمة ويعني